في هذا الفيديو مقارنة بين مواصفات شاومي 13 تي وأونر 90. أنا محمد من العراق وكل يوم فيديو تقني، تابعني. هاتف أونر أنحف وأخف وزناً. شاشة شاومي تكون بدقة وسطوع أعلى وعدد بكسلات أكثر، كما تدعم ألوان أكثر وتكون أكثر سلاسة، كذلك تتميز بدعم تقنية دولبي فيجن. أما شاشة أونر تغطي مساحة أكبر من جسم الهاتف. هاتف أونر يأتي بذاكرة تخزين ورام أكبر حجماً. معالج شاومي هو الأفضل. حجم البطارية متشابه بين الهاتفين. هاتف شاومي أسرع شحناً قليلاً، أما هاتف أونر يتميز بدعم الشحن العكسي. هاتف شاومي يتميز بمقاومة الماء والغبار. يتميز هاتف شاومي بدعم إصدار بلوتوث أحدث ويدعم مكبر صوت ستيريو، أما هاتف أونر يتميز بدعم تقنية APTX.
خبرنا أي هاتف يناسبك، ولمشاهدة مقارنات أكثر ادخل إلى قناتنا.